البحرين جميعا، لن ينساها شعب البحرين، وكذلك كل الجرائم. إنها هذه الجرائم التي تمت وطالت من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وحتى الأجنة، لن ينسى شعب البحرين هذه الجرائم التي تمت في حقه. شعب البحرين كان معتصماً في ذلك الليلة باعتصام من حقه ويطالب في حقوقه المشروعة في ظل، وهو يطالب في دولة كريمة تحميه وتحمي مصالحه. شعب البحرين لن يتعامل هذه المرة مع عائلة تكونت من قبيلة غاصبة بحقوق شعب البحرين، جاءت ونكلت وقتلت وسجنت هؤلاء الأبرياء. من مروا على سجون البحرين حتى الآن أكثر من 30,000، ونحن نقول لبعض القضاة الظلمة: كيف تحكمون؟ كيف تحكمون على هؤلاء الأبرياء؟ وأيضاً ندين في هذا اليوم الأحكام الصادرة على هذه الأبرياء. شعب البحرين عرف طريقها الآن، لن يتراجع. شعب البحرين ما زال مصر، وما زلت أكرر ألف تحية شكر وتقدير إلى هؤلاء الشباب من يدافعون عنا بتواجدهم في الساحات عن كرامتنا وديننا وعزتنا وأرضنا. ألف تحية شكر إليهم جميعا. اللهم احفظهم جميعا بعينك التي لا تنام. إخوتي أيها الشعب الكريم، أنتم من حقكم تطالبون بما ترغبون من حكومة منتخبة، هذا شيء من حقكم ومن حق الجميع. ونقول لكل الدول المجاورة: كيف ينسى شعب البحرين عندما دخل هذا الجيش الغاصب الاحتلال السعودي وقتل الشهيد ابن أخي الشهيد أحمد فرحان رحمة الله عليه، واعتقل الكثير وجرح الكثير؟ لن ينسى هذه الجرائم هذه المرة شعب البحرين الأبي. شعب البحرين ما زال مستمر بسلميته في الساحات. شعب البحرين ما زال صابر وصامد على الآهات والجراح، وسينتصر بإذن الله جميعا. شعب البحرين هذه المرة لن يستسلم لهذه العائلة الغاصبة. شعب البحرين، وأنا أسأل هذه الدول المجاورة وغيرها، لو سألكم شعب البحرين من هو رئيس الوزراء السابق؟ لأول مرة دولة في العالم دي رئيس وزراء في العالم ما صارت إلا في دولة البحرين. لأول مرة في العالم أن جيش يستعين بجيش هذه السلطة لقتل أبناء البحرين. لأول مرة في التاريخ تستعين دولة بجيوش أجنبية وبمرتزقة من جميع الأجناس من عسكريين لقتل وإذلال وإهانة المواطن البحريني. كيف يستسلم لهم هذا الشعب الأبي؟ شعب البحرين لن يتراجع، وما زال مصر وهو يحمل قضيته، ولن يتراجع عن قضية هذه المرة. وألف تحية شكر وإليكم جميعا أيها الشعب الكريم، مني ومن كل عوائل الشهداء وقوفكم معنا، وما زلنا معكم جميعا نحييكم بروح الأخوة. وأبناءنا هي أبناؤكم وأبناء البحرين اليوم. شكرا لكم جميعا أيها الحضور، ورحمة الله وبركاته.